في ظل توجه الدولة نحو تنفيذ أجندة التنمية المستدامة، عمل جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر على تمويل أصحاب المشروعات. ولعل المهندس هيثم مصطفى أبو حديد كان أحد هؤلاء الذين أقاموا مصنعا للأثاث الخشبي ونجح في توسيع مشروعه ليضم عشرات العاملين. المزيد في هذا التقرير. منذ عام 2005 وصاحب هذا المصنع الذي تبلغ مساحته 3000 متر والذي يعمل في مجال الأثاث الخشبي يتعامل مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، حيث حصل صاحبه على تمويل يبلغ 250,000 جنيه، فكانت هذه هي البداية والتي كانت انطلاقة له لتوفير فرص عمل للآخرين. وتطور العمل في المصنع مما استوجب التوسع، فوصل التمويل من جهاز تنمية المشروعات إلى 1,000,000 جنيه، فزاد عدد العاملين فيه ل45 عامل بشكل ثابت فضلا عن 15 عاملا بشكل موسمي. احنا سنة 2005 توجهنا لجهاز تنمية المشروعات عشان كنت محتاج ان انا محتاج قرض اكبر بيه، كان عندي زي شغل او حجم شغل اكبر وانا كنت محتاج ان انا اكبر الشغل اللي موجود، فتوجهنا للجهاز واخدنا يعني قرض كبرت بيه الحجم الشغل بتاعي. بعد كده بعد ما اخدنا تريننجز معاهم، اخدنا تدريبات معاهم ليها علاقه بالدهانات دي، فرقت معانا جدا. التريننج ده لما اخدناه الاجانب ادوهولنا كان في اليونان، ده خلانا نعرف ايه الطرق الحديثه في الدهانات وكده، وخلانا حتى قدرنا نصدر لفتره لفرنسا وايطاليا. كل فتره بكبر يعني، حتى كل شويه بنزيد عدد بنزود عدد العماله. احنا دلوقتي عندنا 45 عامل ثابت و15 متغير. جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في محافظة الإسماعيلية دعم الأنشطة الصناعية والثروة الحيوانية والإنتاجية في محافظة الإسماعيلية بواقع حوالي 19,056 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر بمبلغ 488 مليون جنيه تقريبا، مما وفر فرص عمل ل 47,116 عاملا. عدد المشروعات الصناعية فقط التي دعمها الجهاز أو مولها 1,308 مشروع بتمويل قدره 62,200,000 جنيه، ووفر فرص عمل ل 6,800 عامل. هذا المصنع الذي يشارك فيه لابن أبيه يصدر منتجاته للخارج بعد أن حصل أصحابه والعاملين فيه على دورات تدريبية من جهاز تنمية المشروعات نمت من قدراتهم، فأخرجوا منتجا عليه شعار صنع في مصر. وهذا هو الهدف، تنمية الإنسان المصري للوصول إلى العالمية.